النتيجة، ولكن عمير يمكن الكرة تبقى من نصيب رمضان. رمضان يتقدم يعدي، يا سلام البهارة من جانب فريق نادي الأهلي، يا سلام على الحلاوة والجمال. يعدي فرصة للتمرير، كورة غرفوية من أجيال يسرى خطيرة جدا، والهدف الأول، الهدف الأول، الله على جول، الله ما أروع هذا الهدف لنادي الغرافة أمام أنظار الحبيب الصادق. كورة صادقة تصدق على البصمة الأولى في هذه المباراة للفودة الغرفوية. شوف العادة، شوف الكونتر أتاك، شوف الهجمة المرتدة كيف تلعب، كيف تخطط وكيف توضع في الشباك. فتحي عمر تابع بعينيه، راقب نظرة لكنه لم يحصل عليها بالزاوية البعيدة، بالزاوية البعيدة. هل هو راشد الحربي؟ هل هو راشد من أرشد الكرة إلى سبيلها إلى المرمى؟ هل هو راشد من وضع الكرة في الشباك؟ هل هو راشد من أعلن عن أولى أهداف هذه المباراة؟ يبدو بأنه راشد الغرافة، الغرافة ليتمكن من تسجيل ثاني أهدافه في هذه الجولة الأولى. سيكون هدف للفنان، سيكون هدف للفنان، سيكون هدف للفنان، والكرة بعيدة بعيدة إلى خارج. شوف فضي الشحانية. شوف اللي عدل الكرة الفاضية، شوف الهجوم
ونشوف المحاولة هو النظر والتمرير والانتظار هو التحضير وبعدها التسديدة بطريقة يا سلام يا سلام على الكرة الماضية محمد رمضان ليسجل الهدف الثاني بنفس السلاح بنفس الطريقة تسديدة من خارج منطقة الجزاء ليسجل نادي الغرافة الهدف الثاني لاستقبال ثاني الاهداف لانه ثنائيه وان ما ستزداد تعقيدا ستزداد صعوبه كره من جديد في الجهه اليسرى دائما لمصلحه النادي الجديد مع هذا الفريق استلام الى الجهه اليسرى اقترب خطر الغرافه على الكره الماضيه راحت في الدقيقه الماضيه اي يستمر هذا السيناريو بهذه المباراه لتعود الكره في منتصف الميدان عادت الكره الى الطرف الايمن استلام الى الجهه